واليوم الدوري السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أصبح هو لوحده عامل جذب، لأنه أصبح السادس عالميا وفق تصنيف لم يأتي من مؤسسة افتراضية أو من مؤسسة مجهولة وغامضة، بل من أكبر منظمة في كرة القدم وهي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وعبر وليس عبر آراء خاصة بل عبر نظام تيمي اس الذي يعتمد على الأرقام فقط. إذا الدوري السادس عالميا، ورجل الرياضة تركي آل الشيخ بلا شك بأنه سعيد بهذا القرار، يلتحق بهذا الخبر ويلتحق بنا الآن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ. مساء الخير، يسعدني حضورك في البرنامج. أولا مساء الخير أبتها، مساء عليك وعلى المشاهدين الكرام والموجودين معك. نعم، معنا سعود كريري وصالح المطلق الكباتنة الدوليين. أنا صالح ما كنت أعرف النص، بس عرفته من تحليله. نعم. قلت من ذا اللي زعلان من أول جولة؟ يوم ركزت في التحليل عرفت أن صالح المطلق. طيب، أول شيء بناصر طمن الرياضيين عن صحتك وعن فحوصاتك الطبية. الحمد لله. لا الحمد لله أنا طيب إن شاء الله، وثلاثة أسابيع راجع للمملكة إن شاء الله. اليوم أنا يوم سعيد وأتمنى هذا الاسم رجل الرياضة، رجل كل شيء محمد بن سلمان. نعم. كلنا خدام موظفين تحته. الحمد لله هذا الإنجاز يحسب لسمو سيدي. طلب منا والحمد لله ودعمنا وأفضل، كنا نتمنى من السبعة الآن إحنا من الستة. جميل. كقيمة لاعبين الآن اللي قاعد أشوفها إن شاء الله بوادر خير إن شاء الله تصب بعدين في مصلحة الكرة السعودية والرياضة السعودية. جميل. بناصر، أيضا اليوم تقفزون في الدوري السعودي على دوريات عالمية كبيرة، دوري هولندي، دوري برتغالي، الدوري البلجيكي. أنتم أيضا أمام أو الدوري الآسيوي الأول، قفز على الصين اللي لها خمس سنوات وهي تدفع مبالغ قياسية في دوريها. ماذا يعني لك ذلك؟ ماذا تعني لك هذه القفزة أيضا؟ الحمد لله. أرجع أقول أن نتكلم عن آسيا، عن آسيا آسيا، لكن كان طموحنا الدول الأوروبية، والحمد لله إحنا ماشيين في الطريق الصحيح، وإن شاء الله أنا متفائل وحاسس من هنا لجانوري أيضا بيصير فيه أشياء وإضافات للدوري السعودي إن شاء الله وكرة القدم السعودية. وش الهدف القادم؟ لما نتكلم عن العرب وآسيا يعني هذا يعني هدف طبيعي. الهدف القادم إن شاء الله الخمسة الأوائل، وإننا نحرك الاستثمار الرياضي ونقل التلفزيوني والرعايات والمدخول للأندية والخصخصة، وعلى قولتهم نفلح ونصير زينا زي هالدول الأوروبية المتقدمة إن شاء الله. إن شاء الله. وش ينقص حتى يصبح الدوري السعودي كذلك؟ وقت ونخلص بعض الجوانب التقنية والتفاصيل المعينة يعني. إن شاء الله مثلا ما ينقص السعودي إلا شوية وقت بس. أنا والله ودي أطول معك، بس ما ودنا نتعبك أكثر. وناصر أنا في جزئيتين اللي بس تخص أن حققنا الآن فتحنا تحقيق في بالنسبة للجنة الأولمبية. صحيح. وأيضا طلبت استفسرت من الاتحاد السعودي عن بعض الجزئيات. إحنا الآن في مرحلة انتقالية بالنسبة لتوقف الدوري. أنا بتسأل عن رأيي الشخصي، لا أرى توقفه. الآن في 8 محترفين، وبرضه في نفس الوقت أتمنى من بيزي أنه يعني سيستم ونظام أنه يأخذ من الفرق 13-14 لاعب حتى احتياطيهم اللي ما لعبوا. هذا ودنا يعني نصرف النظر أنه يعطي فرصة لأكثر قدر من اللعيبة. جميل. إن شاء الله. جميل. نواف العابد لما أرجع إن شاء الله راح تلتقي يعني موهبة لا نرضى ولا يرضى أي أحد أنها تنتهي كرويا لأسباب غير مفهومة. في الأخير هذول لعيبة
لهم ليس مملوكين يعني لعيبه، لهم حريه الاختيار وفق انظمه وفق قوانين وفق عقود، واكيد رغبه اللاعب، الفيفا مع رغبه اللاعب، والاتحاد السعودي مع رغبه اللاعب، وهيئه الرياضه مع دائما مع رغبه اللاعب. في مفاجآت يا بتال. جميل جميل، مفاجآتك ما شاء الله يا ابو ناصر ما تنتهي. بس بسال انا سؤال، عندنا رئيس اتحاد جديد، لو جاء رئيس الاتحاد الجديد وقال لا انا ماني مع قرار رئيس الاتحاد السابق اللي هو عدم توقف الدوري، لا بوقف، ايش رايك؟ حدول في يده، في يده الموضوع ان شاء الله. اها، نرجو التوفيق نرجو التوفيق وبانتظار المفاجآت الجديده، وكل يوم مفاجآت ساره. اليوم الدوري السعودي سادس عالميا. تفضل. لا مو فينا يا بتال. تفضل. الا في اتحاد الاسيوي هذا اللي يحط بطوله بجانوري. اي. كل الدنيا حتى بطولات افريقيا راحوا ونقلوها لجون. صحيح. الوحيدين اللي معكوسين سبحان الله في كل شيء. صحيح. حاطينها بجانوري. في بس نقطه انا سمعت جزء من تحليل الكابتن صالح المطلق، يا اخوي صالح عط الدوري فرصة، والنبرة التشاؤمية هذه والله أنا بقول لك مثال، أنا في بعض القنوات إخبارية كنت أحطها يوميا، اكتشفت بعد فترة أنها صارت تأثر على نفسية الواحد بطريقة غير مباشرة. بس أحط أشياء توسع الصدر شوي. طيب يعني حاول توسع صدرك شوي يا صالح المطلق. طيب. يعني من أول جولة هذا لا يناسب الدوري السعودي. خلنا نسمع أبو ناصر وأنت معنا وجهة نظر صالح. تحب الحراش انا بالفاضي. لا 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 خلنا نسمع بس وجهه نظر يدافع عن نفسه شوي. طيب خله يدافع عن نفسه براحته، وقائمه كبيره، انا كل اللي اطلبه منه بس يترك شوي الانتقاد الزايد اللي مو في محله، يعطي الناس فرصتهم. ما يخالف. شكرا جزيلا تركي آل الشيخ، رئيس الهيئه العامه للرياضه في السعوديه.